نذهب الآن إلى هذه الجلسة لمجلس الأمن بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط وتحديداً القضية الفلسطينية. المتحدة لتوصل إلى هذا الاتفاق، والأمم المتحدة على استعداد لدعم تنفيذ هذا الاتفاق. أنتقل الآن إلى إحاطة الاعتيادية حول الحالة في الشرق الأوسط والمكرثة حول التقرير 13 رمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334. فالتقرير الخطير الأمين العام يغطي الفترة ما بين 19 من آذار مارس حتى 10 من حزيران يونيو 2024. ومنذ تقديم هذا التقرير تواصلت الأعمال العدائية المكثفة بين حماس وقوات الدفاع الإسرائيلية، مما أسقط مئات الضحايا. الأثر الكارثي للأعمال العدائية على السكان المدنيين في غزة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة مقلق للغاية. فقد شهدت بأمي أعيني الحالة الأمنية المتدهورة خلال كل من زياراتي. فقد نتج عن العمليات العسكرية المتواصلة وحالة الانهيار شبه التام للنظام المدني في تقارير عدة حول حوادث سرقة ونهب للإمدادات الإغاثية وحالات قصف تمثل خطر كبير على السكان وعلى العاملين في المجال الإنساني. فحالة إطلاق النار التي شهدها يوم 15 من حزيران يونيو نتج عنها مقتل فلسطينيين في الوقت الذي كانت تسعى فيه حافلة مساعدات في الوصول، وتم وقف قوافل إنسانية كانت ستمر عبر معبر كرم أبو سالم بين 16 و 18 من حزيران يونيو، وذلك لتقليل المخاطر. الآليات الفعالة للإخطار الإنساني والظروف الآمنة للعمليات الإنسانية والوصول الكافي للاحتياجات الإنسانية غائب على مستوى كبير، ويجب أن نواصل تلك الجهود بدون تأخير. وترحب الأمم المتحدة بفرصة توضيح الوضع لقوات الدفاع الإسرائيلية حول الوضع الراهن الذي يجب أن يتحسن. وهناك استمرار لحالة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وهناك احتمال بمجاعة أصبحت على الأبواب في محافظات الشمال، ولكن يمكن أن نتجنب ذلك من خلال زيادة إمدادات الغذائية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي الذي ما فاتئ يزداد، ولا سيما في الجنوب. وحوالي كافة السكان في غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، ونصف السكان يواجهون انعدام أمن كارثي. أرحب بالمؤتمر في المستوى الذي عقد في 11 من حزيران يونيو من قبل الأردن ومصر والولايات والأمم المتحدة، وقد حث كافة الأطراف على الاطلاع بدورها لمعالجة كاملة للاحتياجات الطارئة للسكان في غزة. في الوقت ذاته لا يزال الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مؤسف للغاية في ظل شواغل أمنية واقتصادية مروعة في كافة الضفة الغربية المحتلة. وإعلان وزير المالية الإسرائيلي عن نيته بمواصلة عرقلة نقل العوائد للتخليص الضرائب للسلطة الفلسطينية واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز العلاقات المصرفية ما بين إسرائيل وفلسطين بنهاية هذا الشهر يهدد بتفاقم الوضع المالي الحرج في فلسطين، مما قد يؤدي إلى كارثة وأزمة قد تزعزع استقرار المنظومة المالية الفلسطينية. وقد أحط علما بتعيين رئيس الإدارة المدنية للشؤون العسكرية الإسرائيلية لنائب مدني، وتفويض السلطة لمراقبة إدارة الأراضي والتنمية والتخطيط والحياة اليومية في المنطقة جيم من الضفة الغربية المحتلة مؤخرا. ومن المتوقع أن يكون هذا التعيين وتفويض السلطة قادر على تعجيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية وإضفاء الطابع النظامي وفقا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات غير القانونية، وهو مصدر قلق بالغ ويأتي في تضاد للاتفاقات السابقة ويؤكد على تقويض آفاق حل الدولتين. السيد الرئيس اسمح لي أن أشدد على الملاحظات العديدة التي طرأت في تقرير الأمين العام بالنسبة لتنفيذ أحكام القرار 2334 خلال الفترة المشمولة بالتقرير. أشدد من جديد على الإدانة على الهجمات المسلحة المتحدة
المراوعة التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى ضد إسرائيل في 27 الأول أكتوبر 2023 وأخذ رهائن في غزة. لا يمكن لأي مكان أن يبرر هذا الترهيب، ويجب أن يطلق السراح الفوري لكافة الرهائن وبدون شروط، فاستخدام الأشخاص كدروع بشرية وإطلاق الصواريخ بشكل عشوائي نحو المراكز السكنية المدنية الإسرائيلية يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف فورياً. ولكن آفاق القتل والدمار في غزة وصلت لمستويات كارثية، ومن المروع أيضاً استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، فقد دمر ذلك مناطق سكنية برمتها وأدى إلى تدمير المستشفيات والبنية التحتية المدنية والمدارس والجوامع والمقر التابع للأمم المتحدة. ونحن ندين بشكل قاطع قتل المدنيين وتشويههم في غزة بما في ذلك النساء والأطفال. حماية المدنيين ضروري في أي نزاع مسلح، وينطبق القانون الإنساني الدولي على كافة الأطراف في النزاع في كل الأوقات. أثر الأعمال العدائية المتواصلة على الوضع الإنساني في غزة مصدر قلق بالغ، فالظروف المهددة للحياة التي تواجه حوالي 1.7 مليون مشرد داخلي في غزة يجب أن تعالج بشكل فوري، لأنه ما من مكان آمن في غزة. مستوى الاحتياجات الأساسية من في ذلك المساعدات الإنسانية التي سمح بدخولها في غزة قليل للغاية ولا يفي بالاحتياجات للسكان، ومع أن هناك نقاط إيجابية بأن إسرائيل فتحت نقاط جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية، إلا أنها أغلقت نقاط أخرى. من الحتمية أن نضمن فتح كافة المعابر وضمان عملية وصول إنسانية مستدامة، ويجب أن نوفر الحماية للطواقم الإنسانية في كل وقت من كافة الأطراف، فمن غير المقبول شن أي هجمات ضد الطواقم الإنسانية والمنشآت الإنسانية، يجب وقف ذلك وإخضاعه للتحقيق. المساهمات المالية من المانحين لوكالة الأونروا محل ترحاب، ولكننا في حاجة إلى دعم مالي أكثر للوفاء بالاحتياجات في غزة، والهجمات ضد المنشآت الوكالة وأنشطتها مصدر قلق بالغ. ويثيرني بالغ القلق أيضا بسبب مواصلة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من في ذلك القدس الشرقية، وأشدد عن هذه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ليس لها أي أساس قانوني وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أحث حكومة إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فورا. العنف والتوتر المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة من في ذلك القدس الشرقية مصدر قلق بالغ، فتبادل إطلاق النيران المعزز بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بهجمات متواصلة واستخدام أسلحة فتاكة سواء من قبل الفلسطينيين ضد الإسرائيليين أو المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين تفاقم وزاد وأشعل من فتيل التوتر، وأدى إلى مساواة غير مسبوقة من سقوط في الضحايا وعمليات الاحتجاز. ويجب أن يخضع كل مرتكب هذه الهجمات للمساءلة، وأشدد على أن قوات الأمن في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يجب أن يمارسوا أعلى درجات ضبط النفس، وأن استخدام القوى الفتاكة يجب أن يكون محدودا، وذلك لحماية الحياة فقط في حالة عدم وجود أي بديل آخر. ويقلقني أيضا الهجمات الفتاكة التي تشنها قوى الاستيطان الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأيضا ما يشنه المسلحون الفلسطينيون ضد الإسرائيليين. كافة مرتكبي أعمال العنف يجب أن يخضعوا للمساءلة وأن يخضعوا للعدالة بشكل طارئ. السيد الرئيس، لا يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين أن ينتظروا أكثر من ذلك لإرساء أفاق سياسية قابلة للانطباق. الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الأمنية والإنسانية تم غض الطرف عنها أو وضعها جانبا حتى تحل المسائل السياسية الأساسية، ولكن سيفشل هذا النهج. يجب أن نحث كافة أصحاب المصلحة على اتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤدي إلى حل الدولتين وتجعله واقعا، ويجب أن تواصل الأمم المتحدة دعمها لكافة الجهود، وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم كافة الخطوات الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتسوية النزاع اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية، سعيا لحل
حل الدولتين، دولة إسرائيل المستقلة والديمقراطية والمتواصلة، إضافة إلى دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للعيش ومتواصلة الأطراف والديمقراطية والمستقلة. الدولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة لكليهما. شكرا. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في إلقاء البيانات. الكلمة ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سعادة المنسق الخاص سيد وينسلاند على هذه الإحاطة اليوم وعلى تقريرك الأخير. عيون العالم تتابع غزة عن حق، لكننا لا يمكن أن نغض الطرف عن الوضع في الضفة الغربية. في العام الماضي شهدنا أعلى عدد من سقوط الضحايا منذ أن بدأت الأمم المتحدة جمع الأرقام وحصرها هناك. وفي 2024 عدد من قتلوا في الضفة الغربية لا يزال مصدر قلق بالغ. يقلقنا هذه الزيادة في العنف المميت ضد الفلسطينيين المدنيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وندين ذلك بأقوى العبارات. كما ونحث إسرائيل والتي تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على منع هذه الهجمات. الزملاء، نشدد على موقفنا القائم على أن مواصلة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مثل عقبة أمام حل الدولتين. فهذا تلك هي الغاية التي نصب إليها، ونحن نسعى لإنهاء الاقتتال في غزة. كما ونشدد على إيماننا بأن برنامج إسرائيل الذي يدعم توسيع المستوطنات لا يتسق مع القانون الدولي، ولن يؤدي إلا إلى أضعاف أمن إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال يثيرنا بالغ القلق بسبب العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية. وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية جزاءات على عدد من المستوطنين ومنظماتهم الضالعة في أعمال العنف. كما قمنا بفرض الجزاءات على المجموعة سايد ناين المتطرفة، والتي طالما حاولت عرقلة توصيل المساعدات إلى غزة بما في ذلك ما يمر فيه بالضفة الغربية. وفي بداية هذا الشهر أدرجت الولايات المتحدة مجموعة أيضا متطرفة تقوم بعمل عنف في الضفة الغربية، وهذه الجزاءات نفذت وفقا لقرار تنفيذي سعيا لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية. وقد أوضحنا أننا سنعمل استجابة لأعمال العنف في الضفة الغربية أيا ما كان مرتكب هذه الأعمال العنيفة، ونستخدم الأدوات المتاحة لنا للكشف عن وتعزيز المساءلة لكل من يهدد السلام والأمن والاستقرار هناك. وتحقيقا لتلك الغاية نطالب من قوات الأمن الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ونثني على قوات الأمن الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على صون السلام في الضفة الغربية. ومن الأهمية في مكان أن تقوم السلطة الفلسطينية بالحصول على الموارد اللازمة لدفع رواتب قوات الأمن تلك، وبشكل عام للحكم بشكل فعال. وحكومة الولايات المتحدة ستواصل الانخراط مع الحكومة الإسرائيلية لإطلاق كافة العوائد الضرائبية التي المخصصة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك المعاملة التي لم تبعثها إسرائيل منذ 5 نيسان أبريل. ونشجع الجميع على توفير الدعم قيد الاقتداء في الوقت القريب للحد من أي احتمالات للانهيار المالي للسلطة الفلسطينية. مما لا شك فيه أن إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يكون لديهم ثقة في قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم، بما أنها جهة لا تتسم بالفساد، تعمل في مصلحة الشعب الفلسطيني. من الأهمية ما كان على أساس ذلك أن تقوم السلطة الفلسطينية بالعمل على إصلاح ذاتها، وأن تقوم بذلك بأسرع فرصة ممكنة. الزملاء، بالنسبة لغزة، قبل عدة أسابيع اعتمد المجلس القرار 2735 والذي حث حماس على قبول الاتفاق الذي طرحته إسرائيل، ودعت كافة الأطراف على تنفيذ المراحل الثلاث لهذا الاتفاق. ولكن لسوء الطالع لم تستمع حماس إلى نداءات هذا المجلس، وغضت الطرف عن الأصوات التي جاءت من ربوع المجتمع الدولي. عوضا عن قبول هذا الاتفاق، أضافت حماس شروط إضافية
إلا أننا لم نستسلم للوضع ونعمل عن كثب مع مصر وقطر لكي نرى إذا ما كانت هناك سبل لمد الجسور والتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري مع إطلاق سراح الرهائن. وواقع الحال هو أنه في الوقت الذي تواصل حماس غض الطرف عن هذا المجلس واستعداد إسرائيل المضي قدما بهذا الاتفاق، لن يقف العالم مكتوف الأيدي، فالناس تعاني في كل يوم يمر، الأطفال الفلسطينيين والنساء والأطفال والرجال يعانون في كل يوم. ومن وجهة نظرنا قد حان الوقت لإنهاء هذا التقاعس الذي والتعنت من حماس والتواصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. سنواصل بذل قصارى الجهد في الميدان بالجمال مع مصر وقطر وإسرائيل لكي نصل إلى هذا الواقع، ونشجع كافة أعضاء مجلس الأمن على دعم تلك الجهود. وكما أكدنا منذ 27 الأول أكتوبر ضمان توصيل المساعدات بشكل مستدام لكل من يحتاجها داخل غزة ومن خلالها يمثل أولوية قصوى، فهي رسالة نقلناها بشكل متسق وسنواصل التشديد عليها بالمضي قدما. وآخر تقرير عن الأمن الغذائي يوضح أن الاحتياجات الإنسانية داخل غزة كارثية، والمساعدات الإنسانية ينبغي أن تعزز وتصل إلى كل من يحتاج إليها في كل ربوع غزة. الكثير من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع، والوضع قد يزداد سوءا وبسرعة، لا سيما مع التعطيل المستدام في تدفق المساعدات. ونعتبر أن أمن الطواقم الأممية والعاملين في مجال المساعدات والمجال الإنساني مثل أيضا أولوية قصوى، سنواصل الضغط على إسرائيل لخلق ظروف أفضل تيسيرا لتوفير المساعدات داخل غزة، وذلك لكي تستطيع المنظمات الإنسانية أن تواصل بأمان العمل الذي ينقذ الحيوات. وبالتالي يجب على قوات الدفاع الإسرائيلية أن تنفذ خطوات ملموسة لحماية الطواقم الإنسانية وضمان أجواء آمنة داخل غزة. الافتقار إلى آليات نزع فتيل التوتر بعد مرور 9 شهور من هذا النزاع أمر غير مقبول، ويواصل وضع الطواقم الإنسانية على المحك. ولكن لا يجب أن لا نؤكد على أن حماس تقف حائلا أمام هذا الاتفاق الذي ندعمه، وهي التي تضع حيوات المدنيين على المحك وتواجه الخطر. وبالتالي هذا التعنت من حماس يجب أن يتوقف، ويجب أن توافق على وقف إطلاق النار وتطلق سراح الرهائن. سنواصل العمل في الميدان جنبا مع مصر وقطر وإسرائيل لتحويل هذا الحل إلى واقع، ونثمن دعم كافة أعضاء مجلس الأمن لصون وتعزيز دعم تلك الجهود الرئيسية. وشكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية على بيانها. أعطي الكلمة الآن إلى ممثل الموزمبيق. السيد الرئيس، نود أن نعرب عن خالص امتناننا للسيد تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط على هذه الإحاطة الهامة. ترحب موزمبيق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي يغطي الفترة الحرجة من أذار مارس وحتى حزيران يونيو من عام 2024. هذا القرار الحاسم الذي اعتمد ب14 صوتا داعما واضحا وجليا في نطاقه ومحتواه، فقد أكد من ضمن جملة أمور أخرى على أن إسرائيل يجب أن توقف كافة الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل وفوري في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. فهذه الأنشطة غير قانونية وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، كما أنها عقبة رئيسية أمام حل الدولتين والسلام الدائم. كما نص القرار على أن كافة الأطراف يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع كافة أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب
والترهيب وكافة الخطوات التي تؤدي إلى الاستفزاز والتدمير. كما أنها نصت على أن الطرفين يجب أن يعمل وفقا للقانون الدولي، ما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ويلتزم الطرفان بالوفاء باتفاقاتهم السابقة وانخراطاتهم الرامية إلى نزع فتيل التوتر وبناء الثقة. كما طالب القرار بنداءات إضافية لتعزيز وتعجيل الجهود الدبلوماسية الإقليمية منها والدولية من أجل مفاوضات ذات مصداقية في عملية السلام بالشرق الأوسط، استنادا على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد والصكوك الأخرى ذات الصلة. السيد الرئيس، لسوء الطالع، تشير التقارير الميدانية كما أكد عليها المنسق الخاص أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط يأتي في تضاد لركائز هذا القرار، وهو مصدر قلق بالغ بالنسبة إلينا كما ينبغي أن يكون بالنسبة للمجلس بأسره. نشير بقلق إلى أنه بالإضافة إلى الوضع الكارثي في غزة، حيث هناك تغاض تام عن الكرامة الإنسانية وصكوك القانونية الدولية المعنية بالنزاع، يستمر الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يثورنا القلق بسبب مواصلة دمار الهياكل المحلية مما يدفع